شايفك، انزلي انزلي بقى. حاضر حاضر يا بطوط، هخش اكمل لبس بسرعة وانزل على طول. دقيقة واحدة بس. ماشي يا زيزي، لما نشوف الدقيقة بتاعتك دي. وبعدين بقى معاك يا زيزي، وبعدين كل مرة تعملي كده يا زيزي وانا جايلك فرحان بالعربية الجديدة. وبعدين بقى يوه، مفيش مفر، انا مضطر انزل دلوقتي ارن عليها الجرس. كل مرة تلطعني اللطعة دي وتقولي ان هي مش هتتأخر، ينفع كده؟ يا زيزي يا زيزي يا زيزي زيزي يا زيزي يا زيزي. ايوه ايوه يا بطوط، في ايه يا بطوط؟ عمال ترن ترن ترن، شيل ايدك من على الجرس، انا فوق. انت فوق يا زيزي؟ انا برن الجرس عليكي بقالي شوية كتير يا زيزي. ايه يا زيزي مش هتنزلي بقى؟ انا تعبت. يلا بقى يا زيزي. حاضر حاضر يا بطوط، ما انا قلتلك خلاص نازله. يوه نازله امتى يا زيزي؟ قلتلي دقيقه وكل ده لسه ما نزلتيش. حالا حالا يا بطوطي يا جميل، انا جايلك حالا. ماشي يا زيزي ماشي، مستنيكي. هيا سيدي وريني بقى عربيتك الجديده. انا كنت نمت خلاص يا زيزي، انتي اتاخرتي كده ليه؟ كل شويه تقعدي تقوليني نازله نازله وفي الاخر تديني صابونه وما تنزليش، ينفع كده؟ معلش بقى يا بطوط، كنت بلبس وبتجهز وكده علشانك، معلش اتاخرت شويه. وبعدين بقى يا زيزي انا تعبت من الموضوع ده خالص، كل شويه تتاخري عليا كده. يلا بينا عشان هنروح لماشا، وماشا زمانها مستنيانا واحنا متاخرين عليها قوي. طيب حاضر، مش هتوريني بقى العربية الجديدة؟ حالا. يلا يا ستي يلا بينا. ايه رأيك بقى يا ستي؟ عربية مية مية، ولا اي حد هتلاقي معاه العربية الجميلة دي شبه الاوتوموبيلات القديمة. اوتوموبيل؟ اخسى عليك يا بطوط، ما لقيتش غير الاوتوموبيل اللي تجيب لنا شبهه. يلا هي عربية حلوة وخلاص، مبروك عليك. اخص عليك يا زيزي، زعلتيني والله. لا لا خلاص يا بطوط، والله بهزر معاك، دي عربية شيك قوي ولونها فضي في ازرق كمان، دي لذيذة خالص. ايوة ايوة، انت عارفة ان انا بحب اللون الازرق ده، من الواني المفضلة. ماشي ماشي، يلا يا بطوط ركبني بقى وفسحني. يلا، هي كابورليه ولا ايه؟ لا لا يا زيزي، دي بتتقفل كمان، بس احنا بقى فاتحين السقف علشان الحر. يلا بينا. ماشي يلا بينا عشان مشى ما نتأخرش عليها. يلا بينا يا حبيبتي. يا سلام يا سلام يا بطوط، ده العربية بتاعتك دي جميلة والتهوية فيها حلوة قوي. بجد بجد يا زيزي عجبتك؟ ده عجبتني قوي قوي يا بطوط، دي حلوة خالص. ما قلتليش بقى مشى نقلت فين؟ ماشي يا ستي نقلت في مكان هادي جدا، في الحي الرابع، في منطقة هادية قوي قوي قوي، فيها منطقة اسمها منطقة القصور، كلها قصور أميرات وكلها جميلة قوي قوي يا زيزي. لو عجبتك هناخد بيت هناك. بجد يا بطوط هتاخد لي بيت هناك؟ يعني لو عجبتني هتاخد لي بيت هناك؟ ده كلام أكيد. أيوة أكيد، بس أهم حاجة تبطلي تتأخري يا زيزي، أنا تعبت قوي من التأخير بتاعي. خلاص خلاص يا بطوط، مش هعمل كده تاني، أنا عارفة أن الواحد لازم يكون منتظم في الوقت بتاعه. يا زيزي يا زيزي، 100 مرة أقولك أهم حاجة الوقت، أهم حاجة في حياتنا الوقت، لازم نحافظ على الوقت علشان ما يحصلش أي حاجة. أنا فاهمة فاهمة قصدك يا بطوط، فعلا فعلا عندك حق، الوقت مهم جدا ولازم نحافظ عليه. ايوه يا زيزي يا حبيبتي، يلا احنا خلاص قربنا نوصل اهو، داخلين عليها. يلا بينا. اخيرا اخيرا وصلت يا جماعه، اتاخرتوا ليه بس كده؟ انتوا مش قايلين هتيجوا الساعه 5؟ معلش يا ماشا اتاخرنا عليكي شويه. معلش برضو يا تعبكوا، انا عارفه ان الزراعيه بتتعب العربيات الجديده. لا لا ما تقلقيش، انا سواق متين، بس في حاجه تانية خالص اللي اخرتنا يا ماشا. ايه هي زيزي؟ قوليلي بقى يا زيزي، انت عطلتي بطوط ليه؟
خلاص بقى يا بطوط، انت لازم تتكلم وتقول كل حاجة كده. ايه اللي حصل يا زيزي؟ قولي انت. والله يا ماشي انا اتأخرت شوية في اللبس، انت عارفة لبس البنات بقى. وانت ما حاسبة نفسك مع البنات يا زيزي؟ طبعا انا بطوطة ولا كلمة. طبعا طبعا يا بطبيطو. بس قولي بقى يا عم دونالد، آه العربية بتاعتك جميلة قوي، قولي كان ايه رأيك بقى يا ماشا؟ واو والله تحفة فعلا، عربية جميلة صغنونة وحلوة على قدك. دي جميلة قوي، ده انا لسه جايبها جديدة يا ماشا. هي باين عليها ان هي جديدة والوانها جميلة قوي، مبروك عليك. الله يبارك فيك يا ماشا، الله يبارك فيك. تقدر تركنها هناك جنب القصر بتاعنا كده، ايه في الحتة الفاضية دي، علشان محدش ايه يتعرض لها ولا يخدشها لك. ايوه ايوه روح اركنها يا بطوط، وانا هدخل مع ماشا اتفرج على القصر. ماشي هروح اركنها. تعالي بقى يا بطوط علشان افرجك على بيتي، انت اول مرة تزوريني. جاية جاية يا حبيبتي، جاية اتفرج، فرجيني. الله ده الدور التاني. ايه شكله من بره؟ ايوه يا ده الدور التاني. انا بقف على طول هنا في البلكونه اللي فوق دي. ايه رايك في القبب اللي فوق دي؟ جميله تحفه، شكله يجنن يا ماشا. طيب تعالي بقى ندخل جوه. يلا بينا. هتعزميني على ايه؟ نشرب شاي بقى وكيك معاه. يلا بينا. بيتك جميل قوي يا ماشا. ايه رايك يا بطوط في البيت؟ ما قلتليش. حلوة قوي بجد، عجبني جدا. ايه رايك يا زيزي؟ حلوة قوي يا بطوط، خلاص انا قررت ان انت تجيب لي بيت هنا. منطقه القصور دي فعلا جميله قوي يا ماشا. طب ايه رايكم بقى نبدا بشرب الشاي قبل ما يبرد؟ يلا بينا طبعا على طول. خلينوا اسيب لكم الشاي. تسلم ايدك يا ماشا، الشاي حلو قوي، في الخمسينة في الخمسينة. فعلا فعلا يا زيزي في الخمسينة. هيا يا جماعة ما قلتليش انتوا اخباركوا ايه؟ لو تعملوا ايه الشهر الجاي ده؟ هنطلع رحلة ولا ايه؟ ايوة طبعا يا ماشا، ان شاء الله يكون الدب بتاعك وصل عشان يحمينا، نطلع على طول نعمل سفاري. روسيا على طول. فعلا يا ماشا انا عايزه دب زي بتاعك، انا خلاص خلاص حبيت حياتك قوي. ان شاء الله بقى تبقي تقضي معايا اسبوع هنا في القصر بتاعي يا زيزي. باذن الله، بس انا بقى لازم الدب بتاعك يبقى موجود معانا، عشان لما نطلع السفاري في الصحراء ونعمل خيم وكده لازم يكون معانا حاجه تحمينا. اه طبعا، امال ايه، هو هيجي على طول، بس انت عارفه ان البيئه هنا مش مناسبه ليه. انا هحاول ان هو يقعد معايا شهر او شهرين بالكتير في السنة، اهم حاجة نخرج فيهم. ان شاء الله ان شاء الله. ايوة ايوة عندك حق يا زيزي، اهم حاجة نخرج. أكيد. انا بحب الخروج يا ماشا. اكيد يا جماعة ما تقلقوش، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد. يلا احنا اتأخرنا قوي يا زيزي، يلا بينا. ما احنا قاعدين يا بطوط، ما تستنى بقى شوية، يعني اللي هو الوقت هيطير. تاني يا زيزي قلتلك اهم حاجة الوقت، اتكلمي انت بقى يا ماشا. لا يا جماعة بس لسه بدري، والله احنا لسه مش بقيناش من القعدة مع بعض. يا جماعة انا عايزة افهمكوا حاجة مهمة قوي، الوقت ده اهم شيء في حياتنا، لازم نستغله في حاجات مفيدة. احنا خلاص شفنا بعض وزورنا بعض، مش لازم نضيع الوقت كله واحنا قاعدين سوا، يا نعمل حاجة مفيدة يا كل واحد يقوم يعمل حاجة مفيدة في مكان تاني. عندك حق يا بطوط، بس قولي انتوا هتيجي تزوروني تاني امتى؟ هنجيلك اكيد اكيد يا ماشا على طول كده يا بطوط، مستعجلني. يلا هشوفك على خير بقى يا ماشا. اشوفكوا على خير يا جماعة، باي باي. باي باي يا ماشا، باي باي. يلا نشوفك على خير يا ماشا. نشوفك على خير يا ماشا، مع السلامة. مع السلامة يا جماعة، مع السلامة، في رعاية الله. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، يا رب تكون عجبتكم كلكم. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات لو كانت لعبتنا النهاردة عجبتكم أو لا، واستفدتوا منها إيه. طبعا احنا النهاردة كانت قصتنا بتتكلم عن الوقت، وإزاي إن الوقت مهم جدا في حياتنا، وإزاي لازم نحافظ عليه. عايزاكم تكتبوا لي فهمتوا إيه من قصتنا النهاردة، وحبيتوا لعبتنا النهاردة أو لا، أو حبيتوا أكتر شخصية مين من اللي كانوا موجودين معانا، وإيه رأيكم كمان في عربية عم بطوط الجديدة، وكمان بيت الأميرات بتاع ماشا الجديد. ولكل أصحابنا اللي لسه بيشوفوا القناة بتاعتنا لأول مرة، ياريت تدعمونا بمشاهدتكم لكل فيديوهاتنا القديمة والجديدة،
وكمان تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في فيديوهاتنا، وتضغطوا طبعا على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو علشان تشتركوا في القناة، وما تنسوش طبعا تفعلوا علامة الجرس علشان تضغطوا عليها وتفعلوها علشان يوصلكوا كل الألعاب الجديدة اللي بنزلها لكم كل يوم مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. أشوفكم بكرة يا أصحابي، باي باي.